المزيونة لم تعد خلف صحراء خالية، بل هي ولاية عامرة بالتنمية والاقتصاد والتجارة، وتشهد متغيرات اقتصادية مهمة. وبات من الضروري أن تفعل الوحدات والهيئات من أعمالها. أصبحت المزيونة في خارطة شركات العالمية مثل شركة ميرسك في حوالي 145 دولة، فأنت تستطيع الآن أن تصدر مباشرة من المصنعين والمصدرين في 145 دولة إلى المزيونة مباشرة عبر الثلاث موانئ الصفراء. الشهر الأكثر إنه أصبح الميناء اليوم خلينا على جلسة فيه إنه ميناء عالمي. أمن بلادنا اعتبر لنا نحن مصر لنا البلد الآمن، البلد الاقتصادي، البلد اللي يحمل كل المقومات الاستثمارية بمصر. يأتيكم في الأوقات التالية.